المواصفات اللي لازم تكون متوفرة عند صاحب المشروع اللي عنده فكرة، وأيضا شو الأمور والإجراءات اللي لازم يتخذها بشكل صحيح من بدايتها، الخطة اللي لازم يحطها، ميوله، هواياته، شو الأشياء اللي قادر عليها. نتكلم عن هذه المسائل. نجاح أي شخص في أي نشاط، كان في وظيفة أو في عمل، هو 60% شخصيته. يعني لو تلاحظين ما قلت للشهادته ولا علمه ولا خبرته، هي بيرسوناليتي. 60% هي شخصيته، 40% هي الفكرة، المشروع، رأس المال، الخبرة، الدورات اللي خذاها. قبل ما أي أحد يدخل اليوم لأي مشروع يحتاج أن يكون عنده توازن نفسي. هذا التوازن النفسي يقدر من خلاله يعالج الخوف، لأن أنت اليوم كمبادرة حماسك صحيح يكون كبير، لكن يحوشك خوف. والدليل كل صاحب مشروع أو كل واحد يبتدئ لأول مرة يكون معاه شلة أو يكون عندنا مجموعة معاه، وبعدين ممكن يتفرقون مع الوقت، بس يبدون مجموعة حقيقة مو لأنه محتاجين بعضهم من الناحية الفنية أو المالية كثر ما هم they're supporters to each other. وهذا طبعا شيء غلط، لأنه يطيحون بعدين بمشكلة مع بعض وشراكة وتنفصل ويتأثر المشروع. أرجع للشخصية، 60% لازم تكون عندها توازن نفسي، لازم يكون عارف هو الويكنس والسترينث، نقاط ضعفه، نقاط قوته. وهذا هني ما يقدر الشخص يعرفه من نفسه. هني مؤسستنا مثلا احنا نقوم بهالشيء هذا، اللي هو نخليه يكتشف شيء اسمه علم، هو اسمه the knowledge of you، معرفة الذات. بس بالأدوات الحديثة، يعني هي يعني أخذها بالأدوات الحديثة. بمجرد ما عرفتي أنت نفسك وصار في توازن، قدرت هني أنت تقودين نفسك للشيء اللي أنت تحبينه. اكتشاف شنو تحبين هذه مسألة ثانية، لأن اليوم وايد ناس يعني تلجأ إلى أن الدخول في مشاريع صغيرة هي ربح مادي فقط. صحيح هي ربح مادي، وصحيح مثل ما أنا قلت بالبداية أنها تكفيك اقتصاديا، لكن الأهم من هذا كله أن إذا أقدر أسوي الشيء اللي أحبه وأنجح فيه وأربح فيه بعد، وأسوي إيرادات وبروفيتس فيه وأكبر فيه، راح تكون المتعة ألذ وأكبر، وراح يكون المشوار طويل. ف 60% is the personality، الشخصية، 40% هي التكوين مقسم، 30% هي الفكرة مع الدراسة مع التدريب، وال10% هي التمويل. الناس تعتقد هو التمويل أهم شيء بالمشروع. بالضبط، هذا الفكر التقليدي من جواهر 90% من مجتمعنا يقول التمويل هو المشكلة. حقيقة الكويت الله الحمد ما تعاني، سواء عبر صاحب السمو الله يحفظه خصص ميزانيات كبيرة تفوق ممكن المليارين وشوي دينار متوزع على محافظ. عندنا شركة مشاريع صغيرة، عندنا كامكو، عندنا شركة الرائد، عندنا شركات كبيرة كلها تأخذ من هيئة الاستثمار بهدف أن تمول هالمشروع الصغير. الحين ممكن تتسألين سؤال، وين هالمشاريع، وين هالفلوس، وين هذا، وينها عن أرض الواقع؟ احنا خلينا نتكلم في هذه ستيب 2، بس اكمل لك من ناحيه راس المال. فقلت المؤسسه اليوم بامر من صاحب السمو مخصصه هالمبالغ. الجهه الثانيه رجال الاعمال وسيدات الاعمال، في عندنا الحمد لله كم كبير من الناس عندها سيوله ومستعده تدخل وتمول مشاريع. عندك الرعاة، الرعاة للمشروع. بالضبط، ني هني صاحب المشروع الصغير مطلوب منه أن يبدأ في فكرة يشتغل عليها علميا صح، ويكون عنده استعداد أن يدير هذا العمل. احنا